بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة الكرام. حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكما أسلفنا أيها الأحبة الكرام في الحلقات الماضية، أنه كل ما يذكر في هذا البرنامج بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وموضوع هذه الحلقة سوف يكون أيها الأحبة الكرام هو تقوية القلب وعلاج الخفقان في القلب بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياك الله شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياكم الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية إذا تذكرون طبعا، يعني كان موضوع حلقتنا هو أمراض القلب والعروق، وبقى سؤال واحد يعني معلق، أنه هل هناك دواء لأمراض القلب والعروق بحسب التجربة موجود، يعني إن شاء الله بحسب الاستنتاجات اللي موجودة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. وإن شاء الله نرجع إلى موضوع حلقتنا اللي هو تقوية القلب وعلاج الخفقان إن شاء الله. بل نعم موجود، باعتبار أن إحنا ما كان مجال بذيك الحلقة نتكلم أكثر، نعم، لكن الآن في استمرارية البحث نعم يوجد علاج، وهذا رأيناه يعني واقعا أنه علاج للسدة في القلب بصورة خاصة، اللي ذكرناه في الحلقة السابقة ما كان يرجع إلى فتح السدد بصورة عامة، يعني ما خصص الأشياء اللي ذكروها للبيت، بصورة عامة تفتح السدد الآن سواء كان في عروق القلب أو غير القلب، لكن الآن نحن نقول بصورة خاصة أنه يفتح سدد القلب. الآن تعرف أن هذول اللي ينصابون بسدة في قلوبهم في عروق القلوب، شوفهم يكلفهم قضية العملية الجراحية، يعني هاي العملية الجراحية ما تنهك القوة، لهذا الآن نشير إلى هذه القضايا ويرتاح المشاهد الكريم بتطبيق هذه الأمور، وبالأخص أنه له الرجاء برحمة الله تبارك وتعالى والشفاء بيد الله. أولا الأمور النافعة في هذا الباب قضية الحجامة. الحجامة ثلاث مراحل في كل شهر مرة، وهذا الأمر بحسب حال المريض، لابد مثلا من رؤية المريض للإطمئنان، شوف أن هذا المريض يستعد، عنده استعداد أصلا يتحمل الحجامة، نعم. ثم هذا بصورة عامة نحن نتكلم هذه الأمور. بعد يومية تستخدم معجون خاص، المعجون شلون سوايته؟ خلي التفت لي، إذا عندك ورقة وقلم قدم الكتابة، يعني اكتب اعتبار أن ما كتب قر وما لم يكتب فر. المهم 4 أجزاء زيت الزيتون، يعني إذا تتخلي 4 ملعقات من زيت الزيتون، بشرط اللي زيت الزيتون يصير شنو؟ طبيعي ذو رائحة، مو أن بعض شوف أن بعض الزيت الزيتون يوجد بالأسواق أصلا رائحة ما بي، ما خارج عن طبيعته. الأفضل في مناطق الشام واللبنان، يعني أفضل الزيوت في تلك المناطق، نعم. ثم من بعد المرتبة الشام واللبنان في إيران هم كذلك يوجد زيوت طيبة. المهم 4 أجزاء من زيت الزيتون، ثانيا جزئين من عسل، وثالثا جزء من الخل العنب الطبيعي، تخلطهن سوا. شلون تستخدم؟ ثم تأكل من هذا التركيب 3 يعني ملاعق، الصبح والظهر والمساء، الصبح ملعقة، الظهر ملعقة، والمساء هم ملعقة، وهو جدا نافع، جدا نافع لانفتاح السدد، يعني لكن مع الحجامة، الحجامة وهذا الدواء كل مرة ملعقة كبيرة لمدة 120 يوم العفو، ثم تأكل من هذا الكبير 3 ظهر صبح، وفي بعض الأحيان بحسب الحالة نقول ملعقة كبيرة واحدة هم تكفي، ملعقة كبيرة واحدة هم تكفي، هذا بحسب هم
حال المريض احنا نغير بهذه القضايا، لكن عموما ملعقة واحدة، لكن بحسب الأشخاص ممكن يزداد أو ينقص. فإذا ملعقة عموما احنا ننطي القضية العامة حتى ما نخصصها بشخص، نقول أقل شيء يومية ملعقة كبيرة يأكل من هذه من هذا المعجون. ثالثا الاجتناب من الأطعمة ذو الطبيعة الباردة، هذني ذو الطبيعة الباردة تعيق الإنسان أكثر، يزيد الإنسان أكثر آلام من السدة، ممكن يزداد الإنسان سدة في قلبه أكثر في عروق قلبه. الآن مثل الروبا، مثل المشروبات الغازية، أكو وصفة جدا نافعة، شلون تسويها؟ تجيب لك 30 حبة من الثوم، بس التفت لها، هذا يختلف بحسب حالة المريض، لكن عموما هذا الدواء هكذا، العلاج هكذا، 30 حبة من الثوم، وتجيب لك 15 ليمون أخضر. نعم. أخضر، ثم تذبهن بالخلاطة، يعني قضية الثوم كنت قشرة وتنظفها. نعم. وقضية الليمون لا، هو والقشرة وهو والحب اللي موجود به كامل، بس تقسم يعني جسمه بالنص بالسكين، وثم تخليهن بالخلاطة. إذا خليتهن بالخلاطة تطحنهن الخلاطة تمام، ثم ترفع هذا الخلطة من الثوم والليمون في ظرف، وتذب عليه لتر من الماء. نعم. لتر واحد، هذا المقدار، 30 حبة من الثوم، 15 ليمون أخضر، تخلطهن وتخليهن في ظرف، وتذب عليه لتر من الماء. هالنوبة تخلي شعلة قليلة بمجرد اللي أول طبخة، بس طقله طبخة واحدة، مو أنه يقوم يطبخ يطبخ يطبخ، هذا ما بفائدة بعد. لا، طبخة واحدة تطفي النار. طفيت النار يبقى يبرد، هالنوبة تعدي من صافي الصفي هسه بحريرة بمنخل خاص، الصفي كامل وتخليه في فرد ظرف من زجاج، ما يصير من بلاستيك، هذا بلاستيك ما كفايدة به، اعتبار أنه يسبب أمراض، لا من زجاج يكون، وتخليه بالثلاجة. يومية تصرف من بعد الغداء ومن بعد العشاء بمقدار نصف استكانة. هذا العلاج هو نافع لانفتاح سدد القلب، وجربنا القضية ورأينا بعض الناس استخدموا هذا وانفتح سدة عروق القلب. يعني اللي ما عنده وما يدري أنا عندي سدة بقلبي لو ما عندي، بس هناك علامة لسدة في القلب، ممكن رفع الضغط، صعود الضغط، هذا يدل على توجد سدة في عروق الإنسان. الإنسان ما يرتفع عند الضغط إلا أن يوجد خلة في العروق، أكو إما تحرك الدم بطيء بسبب وجود الدسومات الكثيرة، وإما السدة تأتي في القلب وتعرقل حركة الدم في العروق، وهذا يسبب أن ضغط الإنسان يرتفع. فإذا الإنسان اللي ممكن ما يدري هو قلبه بيسدة لو ما بيسدة، بالأخص من 50 وما فوق، خل بالسنة مرة يطبق هذه الوصفة، حتى لو ما بأي علة، حتى إذا أكو انسداد ينفتح قبل لا ينسد بصورة كاملة، ويبتلي الإنسان بالسكتة القلبية. بعد وضع العلق على مع الحجامة، العلق جدا، هذا الدود الخاص. نعم. هذا هم نافع لقضية السدة، ورأينا فيه آثار جيدة، كذلك هو نافع. بعد العسل والحبة السوداء، أنه يوسع في العروق، يعني حتى لو توجد نوع من السدة يوسع في العروق ويساعد الإنسان وينزل ضغط الإنسان، وهذا جدا نافع للذي ابتلى بقضية السدة في قلبه، لأن دائما ضغط يرتفع عنده. نعم. أفضل علاج إلى حتى لا يرتفع الضغط عنده يجيب العسل والحبة السوداء يومية ملعقتين، 3 أجزاء عسل وجزء واحد من الحبة السوداء، وهو نافع للضغط المرتفع. فإذا التفت إلى هذه الأمور. لكن في قضية إدامة البحث في الأمور التي تقوي قلب الإنسان، نعم، شنو هي؟ الزبيب، زبيب الأسود، هذا الزبيب الأسود له منافع عن أمير المؤمنين عليه السلام، الزبيب يشد القلب ويذهب بالمرض، يذهب بالمرض ويطفئ الحرارة ويطيب النفس، هذه وردت الرواية في كتاب مكارم الأخلاق. لا بأس أن نذكر بعض فوائد الزبيب في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نشوف أن في الزبيب ورد في المكارم عن النبي عليكم بالزبيب، فإنه يطفئ المرة
ويأكل البلغم ويصح يصح الجسم ويحسن الخلق ويشد العصب ويذهب بالوصب، يعني التعب. شوف ايش قد فوائد به هذا الزبيب، وما شاء الله من فوائد في روايته للبيت عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إن الزبيب يشد القلب ويذهب بالمرض ويطفئ بالحرارة، يطفئ الحرارة ويطيب النفس. تجي إلى الزبيب الأحمر بالأخص، هذا الأسود اللي عبرناه بالأسود أو الأحمر، ماكو فرق يعني بالتعبير، التعبير شتى لكن المقصود شيء واحد. عن علي عليه السلام قال: من اصطبح 21 زبيبة حمراء، يعني يومية كل 21 زبيبة حمراء، لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله تعالى. يعني بس يتمرض في مرض الموت. علموا أطفالكم على أكل الزبيب، اللي يروح المدرسة عندك أولاد يروحون إلى المدرسة وشوفوا أن عنده نوع جمود في فكرة، نوع جمود في الحافظة، عدم التعلم عنده، عوده من صغره أن يأكل الزبيب، يقوي حافظة الإنسان، عجيب له تقوية في حافظة الإنسان. ولهذا أنت تجي عن أمير المؤمنين في رواية أخرى أنه قال: من أكل 21 زبيبة حمراء من أول النهار، يعني على الريق أول الصباح، دفع الله عنه كل مرض وسقم. ما شاء الله، يعني شقد إلى منافع في هذا الباب، وكثير من المنافع الموجودة في قضية الزبيب، ولا نكثر أكثر من هذا المعنى. أحسنتم. الفاصل الأول شيخنا يمكن راح يروح على قضية يعني موضوع الحلقة السابق. نعم. نجي إلى موضوع هذه الحلقة سماحة الشيخ. نعم. لا نظلم هذه الحلقة. إيه نعم. 4 دقائق متبقية قبل الفاصل. هناك الكثير ممن يبتلون بالخفقان السريع للقلب سماحة الشيخ، خصوصا في وقت الاضطرابات. نعم. ما هو العلاج لهذا الخفقان السريع؟ الآن أنت قبل الخفقان رحت إلى الخفقان. نعم. إحنا كان أكو بعد علاج آخر لقوة القلب. نعم. يعني إحنا باعتبار أن قاعد نتكلم عن قوة القلب، الآن كلامنا عن قوة القلب هو الخل. نعم. قبل أجيب على سؤال الخفقان، لابد أن أذكر قضية الخل ومنافع الخل لقلب الإنسان. بس الخل ليس خل المصانع، إنما خل يكون طبيعي، يعني مصنوع من العنب. نعم. مصنوع من الفواكه، لأن هناك رتبات يعني في منافع الخل. أول الرتبة تكون لمن؟ لخل العنب في رواية أهل البيت. نعم. وثاني الرتبة لخل التين، وثالثا لخل التمر، التمر تالي، ثالثا التين، ورابعا خل التفاح. هسه معروف عند الناس كلها يقولون شنو هو خل التفاح، هذا احسن، بينما روايات اهل البيت تاكد على خل العنب. ولهذا انت تجي عن رواء الكليني عن امير المؤمنين: نعم الادام الخل يكسر المرار ويحيي القلب، يعني احياء للقلب الضعيف، هذا شان قوه القلب موجوده. لا شك ان الخل ينفع من كان سالما، يعني هسه واحد اذا صارت بسده يقول انه يفتح السدد يعين على هذا، يتوقع ان تصيبه عارضه قلبيه لوراثه او ارتفاع الدهن او في الدم وما شابه ذلك، هذا يفيد الانسان، يعني يقلل نسبه الدسومات والدهن في الدم وهو نافع في هذا الجانب. اما لكن تقول انه يفتح السدد، لا، يعني يصعب أن نقول أنه يفتح السدد، إنما يقوي قلب الإنسان، فإنه ضد الكوليسترول وانسداد الشرايين يقع بواسطة ازدياد الكوليسترول. ما دام هو ضد الكوليسترول، هو أن من خلال صرفك للخل أنت شوية تبتعد عن ماذا؟ عن قضية الكوليسترول، ولا يقع هناك سدة الذي يقع بواسطة ازدياد نسبة الكوليسترول في الدم. فإذا هو نافع من هذا الباب، لكن أكو بعد بقع كلام حول الخل إن شاء الله بعد الفاصل. ونكمل بارك الله بكم، بعد أن ننتهي من الخل إن شاء الله راح نجي إلى خفقان القلب إن شاء الله. إن شاء بارك الله بكم، جزاكم الله خير. الله نطلع فاصل إن شاء الله نرجع فيه. عبال المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، ونتواصل معكم دائما عبر شاشة قناة المهدي الفضائية
وبرنامج طب أهل البيت، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياكم الله سماحة الشيخ مرة أخرى. الله يحفظك وإيدك إن شاء الله. الله يسلمكم. قبل الفاصل تحدثتوا عن منافع الخل، وموجودة بعد منافع للخل إن شاء الله موجودة. الشيء المتعارف عليه شيخنا، يمكن خليه شوية مداخلة من عندي. نعم طبعا فضلو. أنه بعد كل أكلة دسمة عند آبائنا وأجدادنا أنه وهذا هو الصحيح، قليل من الخل. هذا هو الصحيح، بارك الله لكن بك. لكن إحنا ننصح أن المشاهد الكريم لا يشرب الخل وهو خالص، مثلا يكسره شوية بالماء. نعم، لأن يضر بحنجرة، بالأخص الخطباء يضر بحنجرتهم الخل شديد، مضرة شديدة في قضية الحموضات، بالأخص الخل. وأنا جربته على بعض خادم الحسين سلام الله عليه، قلت له بأن استخدم الخل كذا مع الماء، هو يوميا يشرب له من هذا الخل ومستقيم، يعني قلت له مع الطعام وهو كذا مستقيم يشرب الخل وضر بحنجرته. فإذا نعم. احنا نوصي إذا يريد يشرب الخل يكون يكسره بالماء أو مع الطعام أفضل يكون، حتى لا يضر بحنجرة الخطيب أو رادود الإمام الحسين سلام الله عليه. أما لماذا نؤكد على الخل؟ لأن الخل شديد يقوي قضية القلب وكثير من الأمراض. الآن أنا أنقل لك بعض الأمراض التي تعالج بماذا؟ بقضية الخل. الآن بس إشارة إلى يا خل، هو الخل الصحيح عند أهل البيت الخل الذي يقال له الخل الخمري. يعني شنو الخل الخمري؟ تعرف أن في عمليات صناعة الخل أولاً يتبدل إلى خمر، ثم من بعدها يتبدل إلى ماذا؟ إلى الخل. نعم. هذا اللي ماخذ هذا السير بالصناعة هو الخل المراد عند أهل البيت، يعبرون عليه بالخل الخمري، يعني الذي في طريقه أولاً تبدل إلى الخمر ثم بقى مرة أخرى تبدل إلى ماذا؟ إلى الخل. فهذا هو النافع للبدن. ولا هذا اللي بالمصانع أو البعض يصنعونه، ياخذون يعتصرون ماء العنب ويبقى يصير خل، هذا ما يعني مو ذيك الفوائد. الفوائد اولا يتبدل الى خمر ثم يتبدل الى الخل، هذه هي الطريقه. ولهذا الروايات تقول الخل الخمري. من باب الامر اشير الى بعض الروايات في هذا الباب. ها يقول عن ابي عبد الله قال ذكر عنده خل الخمر، حتى يعرف احنا ما نتكلم هكذا، خل الخمر، فقال يقتل دواب البطن ويشد الفم. نعم، هذا جدا مهم. وتجي الى في روايه اخرى ابو عبد الله خل الخمر يشد اللثه، هذا اللي عنده مشكله باللثه، عفونه، التهابات، يوميا يتمضمض بيش؟ بخل الخمر. لهذا يقول خل الخمر، يعني الذي تبدل الى خمر ثم تبدل الى الخل. خل الخمر يشد اللثة ويقتل دواب البطن ويشد العقل. نعم، هاي منافع كثيرة توجد في الخمر. فإنه لا يبقى، هذا عليك بخل الخمر فاقتمس به، يعني كله ويا الخبز اقتمس به. نعم، فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها. هذا اللي يشتكي يقول أكو دود كذا في بطني أو بطن أطفالي، أقل شوية ينطيهم من الخل، إنه يقتل دواب البطن ويرتاح الإنسان. وأما نقول أنه في قضية الخل لابد أن يلتفت إلى قضية المشاهد الكريم في قضية الخل. أولا هو مضر للشيبة، لماذا؟ لأن طبيعة الخمر باردة وطبيعة الشيبة هم تكون باردة مضر. فإذا الشيبة كون بطريقة خاصة تعطيهم الخل، الخل مع العسل. ممكن تقول الخل يفسد العسل، نحن لا نريد أن نبقي العسل كما كان، نريد أن نصنع دواء آخر أصلاً. هذا بعد ما يقولوا للعسل يصير سكن جبين. نعم، عسل مع الخل، يعني اثنان جزئين عسل وجزء خل، ونطيل الشيبة، هذا نافع. أما الخل بوحدة للشيبة مضر، ومضر للأعصاب لأنه بارد. اللي عنده مشكلة عصب، عنده مشكلة كآبة حزن، فهو مضر له. كذلك يضعف البصر، يعني قصدنا التكثر من عندها. نعم، كل شيء خرج عن حده انقلب إلى ضده. نعم، مضر للرب وضيق النفس. حينما نقول أنه نافع، لكن هذا اللي المريض اللي مبتلي في قضية الرب وضيق النفس، كل ما يزداد بالخل ويزداد بالحموضات عموما يزداد ضيقا في نفسه. فإذا نقول له دير بالك على قضية كثرة استخدامك لقضية الخال. بارك الله بكم، أحسنتم سماحة الشيخ. نرجع إلى سؤالنا اللي سألناه قبل الفاصل. نعم، وهو علاج خفقان القلب. نعم، كثير ما ناس هناك
قد ابتلوا بخفقان القلب. نعم. يعني هذا يصير دقات قلبه يقوم سريعة تكون. صحيح. وهذا مؤذي للإنسان بالأخص عند النوم، لا يستطيع أن ينام الإنسان من كثر ما يسمع دقات حتى يقوم يسمعها دقات قلبه بسرعة، وهذا يسبب نوع من الإزعاج والخوف بالنسبة خاصة بالنسبة إلى النساء. صحيح. يخافون من هذه القضية بالنسبة إلى النساء، ولهذا كلمة الخفقان في اللغة بمعنى اضطراب القلب، وتحركي بمعنى سرعة ضربانه أو حصول الاختلال في ضربانه، فهو يتولد من كثرة الحرارة في البدن. نعم. معناته شنو؟ يعني الخل يفيدك. ما دام أنه متولد في من كثرة الحرارة، فإذن عليك بالأمور الباردة، من جملة شنو؟ الخل، لأن الخل هو طبيعته باردة. يتولد من كثرة الحرارة في البدن، يعني الصفراء، يعني حار وجاف. فإذا نقول ما دام هو يأتيك من كثرة الحرارة، هسا أوقات مع ضعف الإنسان، يعني مو بس من كثرة الحرارة، لا، أكو نوع من البرودة والرطوبة هم موجودة، شوف أن الإنسان ضعيف، لكن ذاك اللي من كثرة الحرارة يتبين نشاط زيادة يصير عنده، بحيث ما يقدر يستقر في مكان، ضعف ما عنده لكن عنده خفقان سريع في قلبه. نعم. هذا علاجه أولا. فما دام هو من شدة الحرارة غالبا هكذا الوجه يصير أصفر، العيون إذا تنظر إليها داخلها يصير نوع على البياض، يجي لك نوع من الصفار على العين، هيدل على أن الحرارة قد ارتفعت عند هذا الرجل أو المرأة. وفي بعض الأحيان ترى الحمرة في وجهه، شدة الحمرة في وجهه، هذا بعد ضبط القضية أن القضية قطعا من شدة الحرارة. ينفع معه الحجامة. نعم. الحجامة جدا نافعة في هذه الحالة، لكن إذا ما ويا ضعفها، الضعف إذا ويا لا بعد الحجامة ما تنفعها. فإذا أولا امتناع من المأكولات الحارة، كون يمتنع كالبهارات والفلفل والزيوت بأنواعها وأقسامها، كلها يمتنع منها، لأن تولد حرارة وطاقة أكثر، وهذا ما يضغط على قلب الإنسان أكثر وأكثر وأكثر. فإذا نقول لك قلل من المأكولات الحارة الشديدة الحرورة، مثل لحم الغنم، لحم الغنم حار، هذا يزيدك أكثر حرورة. مثل تكثر بأكل التمر يزيدك أكثر حرورة. مثلا أنت تجي إلى بعض الوجبات السريعة اللي عليها نوع من الفلفل حارة شديدة، يشوف أن هذا يضر في قلبك، ولهذا إحنا نقول قلل هذه الوجبات السريعة. وبعد ثانيا كما ذكرت قضية الحجامة، وين يقع محل الحجامة؟ بشرط أن لا يكون مع خفقان القلب، لا يكون معه ضعف، إذا صار ويا ضعف بعد القضية تختلف، لكن أنه علاجه الحجامة، أين يكون محل الحجامة؟ يكون على الكاهل، يعني بين الكتفين. فلا يدمن رؤية فلا يؤمن رؤية المريض، لكي لابد نقول لابد أن ننظر إلى المريض حتى نشخص حالته وشروطه وشرائطه، أن مستعد للحجامة لو مو مستعد. أكرر القضية أقول حجامة، لكن حجامة لابد الطبيب الحاذق بهذه الأمور يشخص أن الآن الحجامة نافعة لفلان مرض أم لا، لكن عموما أن الحجامة نافعة لخفقان القلب الذي ناشئ من شدة الحرارة، وهو يتبين من خلال العلائم. بعد من جملة العلاجات هو قضية دواء الجامع للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. الدواء الجامع شنو هو؟ روى ابن بسطام عن عبد الله بن عثمان قال، الآن كم مقدار تبقى حتى؟ نعم، 5 دقائق موجودة سمع. نعم الشيخ، نعم تفضل. يقول شكوت إلى أبي جعفر محمد ابن علي بن موسى عليه السلام. نعم. برد المعدة وخفقان في فؤادي، هم معدة باردة وهب يوجد عندي شنو هو؟ خفقان، يعني ضربان شديد في فؤادي. قال أين أنت عن دواء أبي وهو الدواء الجامع؟ نعم. الإمام الجواد قاعد يقول له وينك عن دواء أبوي الإمام الرضا؟ صحيح. فقال قلت يا ابن رسول الله وما هو؟ قال معروف عند الشيعة. ما شاء الله. الشيعة تعرف هذا، في زمان الإمام كان يعرفون دواء الجامع، أصلا الدواء هو باسم الإمام الرضا سلام الله عليه، الدواء الجامع للإمام الرضا سلام الله عليه.
أين أنت؟ قال له وهو الدواء الجام. قلت يا ابن رسول الله وما هو؟ قال هو معروف عند الشيعة. قلت سيدي ومولاي فأنا كأحدهم وأنا هم شيعي، فأعطني صفته حتى أعالجه وأعطي الناس. الإمام قام يبدأ في قضية تركيب هذا الدواء أو هذا العلاج. قال خذ زعفران. الزعفران كلها يعرفون الناس، وإن كان نقول هذا أمر صعب، لكن إحنا من باب نقل الأمانة نقول التركيب حتى اللي يعرف يسوي والما يعرف يقدر. إن شاء الله نحن نستطيع أن نهيئ هذا العلاج. أولا خذ زعفران وعاقر قرحة، هذا العطاطرة يعرفون هاي المعاني. والسنبل، سنبل الطيب، هذا هم معروف. بعد وقاقلة، قاقلة يعني الهيل، هذا الهيل اللي معروف عندنا. وبعد وبنج وخربق أبيض وفلفل أبيض أجزاء سوا، يعني إذا 5 غرامات كلنا 5 5 5 أجزاء سوا. وأبرفيون جزئين، أبرفيون بوحدة جزئين. يدق ذلك كله دقا ناعمة، الدقة دق دق شديد النعومة. ناعما ثم ينخل بحريرة. ينخل بحريرة ويعجن بضعفي وزنه عسلة. تنخله بحريرة وهالنوبة تضيف عليه بضعفي وزنه ماذا؟ عسلة. منزوع الرقوة، حينما نقول منزوع الرقوة يعني ذاك اللي مصفينه. فيسقى منه صاحب الفؤاد، يعني بمقدار شنو هو؟ بمقدار أقل من حمصة. فيسقى منه صاحب الفؤاد ومن برد المعدة، هم صاحب الفؤاد اللي عنده خفقان وهم اللي معدته شنو هو؟ باردة صارت. فإذا هو نافع، نافع جدا. لماذا؟ لقضية الخفقان، وهذا له ترتيب خاص وهو علاج لكثير من الأمراض. هذا الآن شيء واحد، بالتجربة رأينا أنه علاج لكثير من الأمراض إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون البحث مفيدا وجامعا للذي قد ابتلى بهذه الأمور، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الشفاء والعافية إن شاء الله. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم، جزاكم الله خير جزاء، ما قصرتوا. الله، وإن شاء الله تكون هذه الأدوية كلها نافعة إن شاء الله للناس. آمين. ببركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. آمين يا رب العالمين. وأسك السلام. شكرا جزيلا سماحة الشيخ أحمد دريس، الله يحفظك ويدك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. نعم أحبائي المشاهدين، لأي أسئلة واستفسارات إن شاء الله حول البرنامج بالإمكان زيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك إن شاء الله باسم الرادود والإعلامي حسين الأميري. ختاما تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.